قال مصدر مؤتمري أن الرئيس السابق علي عبد الله صالح سيغادر اليمن متوجها إلى الولايات المتحدة الأمريكية خلال أيام. وفي تصريح لصحيفة الخليج الإماراتية أشار المصدر المؤتمري الذي فضل عدم كشف هويته إلى أن مغادرة صالح إلى أمريكا كانت مقررة قبل شهر رمضان، ولكنه أجلها إلى ما بعد أجازة عيد الفطر المبارك للإشراف على الترتيبات لانعقاد المؤتمر العام الثامن لحزب المؤتمر. ولم يذكر المصدر كم سيمكث صالح في الولايات المتحدة الأمريكية أو أي شيء عن مستقبله السياسي بعد انتخاب قيادة جديدة للمؤتمر. المؤتمر الشعبي العام تعرض لانتكاسة كبيرة خلال الست سنوات الأخيرة، هكذا تحدث القيادي المؤتمري عبد الحميد الحدي في الذكرى 30 لتأسيس المؤتمر. وقال الحدي، وهو أحد القيادات المؤتمرية التاريخية، في تصريح لصحيفة أخبار اليوم المحلية، أنه يتمنى من القائمين على المؤتمر أن يقدموا تقييمات نقدية تحدد السلبيات التي تسببت بانتكاسات الحزب، ومشيراً إلى أن ذلك لن يحصل إلا إذا تم عقد اجتماع للجنة الدائمة لمناقشة هذا الأمر. رفضت تكتلات القوى الثورية اليمنية في أمريكا تلبية دعوة من السفارة اليمنية في واشنطن للمشاركة في احتفال بمناسبة عيد الفطر المبارك، لتأكيد مطالبات سابقة للقوى الثورية بتغيير طاقم السفارة الحالي الذي يقولون إنه لا يمثل اليمن وإنما يمثل الرئيس السابق علي عبد الله صالح وبقايا عائلته في السلطة. وجددت التكتلات الثورية في بيان صحفي مطالبتها للرئيس هادي بتغيير القائمين على السفارة وتعيين سفير جديد بدلاً عن عبد الوهاب الحجري صهر الرئيس السابق المنتهية فترته كسفير منذ شهور، والذي بقي في منصبه أكثر من 15 عاماً سفيراً لليمن في الولايات المتحدة الأمريكية. عثرت الأجهزة الأمنية في محافظة عدن على سيارة استقلها الإرهابيون الذين نفذوا عملية تفجير استهدفت مبنى التلفزيون ومقر الأمن السياسي بالمحافظة عشية عيد الفطر المبارك، وأوقعت عشرات القتلى والجرحى، حيث ضبطت السيارة في مديرية خور مكسر وهي نوع كورولا بيضاء وبداخلها أسلحة وعليها آثار دماء. ونقلت صحيفة أخبار اليوم عن مصادر أمنية أن ضبط السيارة تم بعد الحصول على معلومات تؤكد مقتل أحد الإرهابيين أثناء تنفيذهم العملية التفجيرية، وأدت إلى استشهاد حوالي 20 جندياً من الأمن المركزي بالمحافظة. طلب تقرير صدر مؤخراً عن المنتديات الإقليمية التحضيرية للمؤتمر الوطني للمياه بوقف جميع التسهيلات الحكومية لحفر الآبار واستيراد الحفارات والمضخات وتشديد العقوبات في قضية استنزاف المياه وإهدارها بطرق الري الخاطئة. وأشار التقرير إلى أهمية إعادة إحياء الأعراف والتقاليد والأعراف المتعلقة بتوزيع المياه السطحية وتفعيل دور المجتمع في إدارة موارده المائية. الجدير بالذكر أن اليمن تعد من أفقر بلدان العالم مائياً، فيما يتم استنزاف الثروة المائية الجوفية التي تجمعت على مدار ملايين السنين، وخصوصاً في 30 عاماً الأخيرة بسبب اتساع زراعة القات بصورة خطيرة. احترق منزل في قرية الكدمة بمحافظة حجة بسبب سقوط إحدى مفرقعات الألعاب النارية المشتعلة على سطحه. المنزل المبني من الأشجار والقش اشتعل سريعاً، وقد حاول سكانه إطفاء الحريق إلا أنهم فشلوا في إيقاف تمدده السريع والتهامه لمعظم محتويات المنزل. الأضرار الناتجة عن احتراق المنزل قدرت بأكثر من 300 ألف ريال، وتعود ملكيته للمواطن إبراهيم مقبول.